برحب بحضراتكم من جديد، ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. الخبر بيقول انطلقت أمس الاثنين بالقاهرة فعاليات مؤتمر الابتكار المستدام في صناعة المنسوجات لإنقاذ الكوكب من أجل مستقبل صافي الانبعاث الصفري، وينظمه المركز العالمي للإبداع والابتكار البيئي وريادة الأعمال برئاسة الدكتورة منى فؤاد إبراهيم الرئيس التنفيذي، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج. وعشان خاطر نعرف تفاصيل أكتر حول هذا الخبر، معانا عبر الهاتف الدكتور مهندس علي سليم عضو اتحاد الصناعات المصرية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على السادة المشاهدين. منورنا يا فندم في صباح مين. اسلم يا فندم وصبح على السادة المشاهدين تاني يا فندم. في البداية عايزين نعرف يا فندم أهمية هذا المؤتمر وإيه اللي هيقدمه من ابتكارات أو أفكار في تطوير صناعة المنسوجات بطريقة تكون كمان فيها استخدام للتكنولوجيا وتكون أيضا صديقة للبيئة. طبعا المؤتمر ده هو بيعكس اهتمام الدولة بجميع قطاعاتها الصناعية وعامة وبالمشروعات القومية لتطوير صناعة الغزل والنسيج. وطبعا ده لاستعادة هيبة وقوة مصر كأقدم وأكبر قلعة صناعية للمنسوجات على مستوى العالم، وده طبعا بيوضح لنا في رؤية وإطار مصر 2030 سنجد ان المؤتمر بيستهدف لنقل وتوطين التكنولوجيا العالميه، وفي نفس الوقت كمان في الاراده المبتكره لصناعه المنسوجات الداعمه لتنميه البيئه والاقتصاد والاجتماعيه كاحد اهداف التنميه المستدامه، وطبعا والاستراتيجيه الوطنيه لتغيير المناخ 2050، علاوه على ان خلق جيل جديد من رواد الاعمال اللي هم طبعا بيساهموا في عمليه التدوير اللي هي بتعتمد على تحويل المنسجات المستعمله الى مواد خام جديده، وده طبعا بيعد احد المشروعات الصغيره اللي بتستهدف وبتمكن الشباب اللي بتعتمد على اداره الفقد والمهدر من صناعه المنسجات. اهداف المؤتمر طبعا مناقشة المعوقات الرئيسية اللي هي بتواجه التوسع في عائد تدوير صناعة المنسجات. دكتور معلش أنا آسف إن أنا قطعت حضرتك، بس حضرتك قلت نقطة مهمة جدا، إزاي فكرة إعادة تدوير الحاجة مرة تانية؟ أنا عايز توضيح في الحتة دي. طبعا الفكرة اللي هي بتهدف إن إحنا بنتكلم على إعادة تدوير المنسجات مرة ثانية، إن هي المؤتمر أصلا والداعم لوزارة البيئة لإعادة تدوير للحفاظ على المناخ، وإعادة تدوير تاني المخلفات أو إعادة تدوير المنسوجات اللي هي مش مستعملة بطريقة غير آدمية أو بطريقة غير مصطنعة، إن تقدر من خلالها تستغل الكلام ده بإعادة تدوير تاني وبالحفاظ على البيئة وارتقاء بالتكنولوجيا الحديثة اللي موجودة في العالم دلوقتي قدرت إنها تستخدم ده. ارجع تاني لفكرة المؤتمر اللي هو من أهداف المؤتمر مناقشة المعوقات الرئيسية اللي هي بتواجه توسع إعادة تدوير صناعة المنسجات، بداية من التصميم هو العنصر الأول اللي هو طبعا منتج لأي منتج صناعي بيتم عملية المشتريات اللي احنا بنتكلم عليها بتكون مستدامة على المدى القصير أو المتوسط أو المدى البعيد، وصولا إلى قواعد استخدام المواد الكيميائية وشحن النفايات، ومن ثم الوصول إلى الهدف، والأهم والأسمى هو بؤرة اهتمام وزارة البيئة الراعية للمؤتمر، وهو الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاث اللي بيؤثر على البيئة. دكتور علي تحياتي لحضرتك يا فندم، وعايزين نعرف من حضرتك أهم الجلسات أو إيه هي الجلسات اللي هتعقد خلال المؤتمر. تحياتي لحضرتك يا فندم والسادة المشاهدين. طبعا بيتضمن جدول أعمال المؤتمر عدة جلسات، منها مثلا على سبيل المثال الجلسة الأولى بيتم مناقشة المعوقات الرئيسية اللي بتواجه توسيع نطاق الدائرة في إعادة التدوير وكيفية مواجهة هذه التحديات، وده اللي هيشارك فيه بعض الخبراء ومنهم نائب ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية. وطبعا ده بيتشكل من الجلسة الأولى بأنها مزيج من بين البيئة والصناعة، وهو ده ما بيعكس حضرتك صورة واضحة للصناعة البيئية اللي بتتفق مع استراتيجية الأمم المتحدة بالنسبة للتنمية المستدامة. أما الجلسة طبعا الثانية هي بتحمل عنوان العمل المناخي بين قوسين مثلا نقدر نسميه، أو هو عنوان يعني
المؤتمر نفسه بالنسبه للجلسه الثانيه التصميم المستدام وابتكار المواد، وده بيعلم كيفيه تعمل اللي هي العلامات التجاريه والشركات الكبرى الرائده في مجالها مقابل اهداف المناخ، وعلى ان هي بتشتغل على الطريق الصحيح لتصل الى المعادله الصفريه، والمعادله الصفريه ان ما فيش عندهم مشاكل بالنسبه للبيئه، وان الاعمال بتتم طبقا لاحدث تكنولوجيا في العالم، ان يكون في تطوير للمصانع اللي خاصه بالعالم، خصوصا بان احنا بنتكلم على المنسوجات وهي برضو في الصناعه بتأثر كتير جدا على صحة الإنسان بما تمتلكه من غبرة والكلام ده والقصة دي كلها. فطبعا التكنولوجيا الحديثة بتقلل كل هذه الانبعاثات. عايزين نقول والجلسة الثالثة حضرتك بتدور حول التكليف البيئي وعدة ويعني عودة التجارة الإلكترونية طبعا، وكيفية شراء المواد الرئيسية وكيفية تسويق لهذه المواد طبعا. وهيختم المؤتمر جلسه يعني يشتروا من على النت. يا فندم هو بيهدف ان ازاي تفتح اسواق عالميه جديده وتقدر تتحول الى التكنولوجيا الرقميه والتطوير الرقمي، انك تقدر تعمل عمليه تسويق للمنتجات بتاعتك، وفي نفس الوقت كمان تقدر تشتري المهمات الخاصه بيك من عن طريق الالكترونيات، وده بيسهل في الوقت، وفي نفس الوقت كمان بينهض بقطاع الصناعه، وتقدر من خلاله ان تكون في برمجه واتحاد للعاملين وتدريب ليهم على هذه التكنولوجيا الحديثه، ان هم يقدروا يشتغلوا من التكنولوجيا الحديثه. وطبعا المؤتمر هيختم الجلسات نقاشيه حول انشاء انظمه بيئيه للازياء وكيفيه يمكن التعامل منها طبعا لتشكيل مستقبل مستدام للازياء والمنسجات ورفع المعايير في جميع انحاء سلسله التوريد. صحيح. وطبعا ده بيتضمن الجلسه بعد التجارب المحليه والعالميه. صحيح. دكتور عايز اسال حضرتك، يعني قطاع الغزل والنسيج في مصر هو قطاع كبير جدا، وحاجه زي ما قلت في البدايه خالص ان مصر كانت مشهوره جدا في هذا القطاع. ايه اللي بتقدمه الدوله في الوقت الحالي في عمليه تنشيط وعمليه جذب مستثمرين من الخارج او من الداخل وتشجيع هذه الصناعه؟ طبعا يعني عايزين نقول ان حظت صناعه الغزل والنسيج بالنصيب الاكبر من اهتمامات اتحاد الصناعات. طبعا لما تمتلكه من مصر من مقومات وخبرات لهذه الصناعه، وده بيدل على مصنع غزل واحد المقام بمدينه المحله الكبرى. صحيح. والذي يعد الاضخم والاكبر في العالم، وبينظر انه بيساهم هذا المصنع في زياده صادرات الغزل الرفيعه طبعا الى تلبيه احتياجات السوق المحلي. وعايزين نقول لحضرتك ان الطاقه الانتاجيه لهذا المصنع تبلغ 30 طن غزل يوميا، وان هذا المصنع بيحظى برعايه خاصه من السيد وزير قطاع الاعمال، حيث ان سيد معالي الوزير توفير المستلزمات اوصى بتوفير المستلزمات لانتاج من القطن اللازم للتشغيل، وبيتابع مستجداته خطوه بخطوه طبعا، لان ده خطه تدريبيه، وكمان يعني بيضع كمان خطه تدريب للعاملين بحيث ان هم يستغلوا التكنولوجيا الحديثه ويقدروا يتدربوا عليها، وفي منها منح للعاملين ان هم ازاي يقدر يستخدم الالات والمعدات اللي تعمل بنظام تكنولوجيا متقدمه، بالاضافه الى تركيز على دراسات السوق ان هو يقدر يسوق، وفي نفس الوقت خطه تسويق وبيع منتجات المصنع محليا وخارجيا، وفتح اسواق جديده ليه، لان في تنافس كبير جدا في صناعه المنسجات، وفي دول كتير بتنافس مصر في صناعه المنسجات. صحيح. يعني احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا التوضيح، ونتمنى طبعا مزيد من النجاح في هذا المجال. دكتور مهندس علي سليم، عضو اتحاد الصناعات المصريه.